استوديو سيف البحرين، صبح عليكم باجمل الترحيب مشاهدينا في حلقه يوم الاثنين اللي راح نكون معاكم ساعه على الهواء فيها. وفي البدايه اصبح بزميلتي ايمان، صباح الخير. صباح النور، يا هلا ويا مرحبا فيك حمد. اكيد اصبح على كل المشاهدين ونقول لكم صباح مميز نفس ما قال لكم حمد، صباح الاثنين مختلف وفريق الاعداد مجهز لنا محطات متنوعه. حمد شلون كان صباحك اليوم؟ صباحي ممتاز، خصوصا لما دخلت اليوم الاستوديو شفت شيء ابداعي، وهاي الشيء اللي نحبه وراح نشوفه بعد شوي. يعطيك شيء طاقه صح ايجابيه لما تشوف الفن. نحب الاشياء الفن هذه. يمكن في هاي الاستوديو خلال تقريبا كم ثلاث شهور شفنا فنانين، شفنا مبدعين في الاستوديو، خصوصا استوديو هناك باء، فوايد استمتعنا بالفنانين. يعني يمكن اخر اسبوع لبرنامجنا، ولكن ان شاء الله استمتعنا بكل هذا الفن. يعني دائما الفن احنا نستمتع فيه، سواء كان الفن اللي احنا متعودين عليه صح. من الموسيقى ولا فن بالرسم وغيره من يمكن الاشغال اليدويه وكذي. ايش عندنا الحين عندنا غريب عجيب. ايش رايك في غريب عجيب؟ تذكرين؟ اي احب هالفقره لان اتعلم شغلات اسبوع يمكن. اي فخلنا نشوف غريب عجيب اللي جهزها فريق الاعداد ونرجع معاكم. فندق سيلفيا التاريخي والوانه المتغيره. يعتبر فندق سيلفيا هو احد المعالم التاريخيه في فانكوفر كولومبيا البريطانيه كندا. يقع في شارع جيلفورد على الخليج الإنجليزي بالقرب من حديقة ستانلي، وتم تصميمه كمبنى سكني من قبل السيد دبليو بي وايت وهو مهندس من سياتل. أما بنائه كان من قبل شركة بوكر أند كامبل أو ويبو كونستراكشن للسيد جولدستين الذي كان لديه ابنة تدعى سيلفيا، علشان كذي سموا الفندق سيلفيا. فخلال فترة الكساد واجه فندق سيلفيا أوقات جدا صعبة، فتم تحويله إلى نظام الشقق الفندقية سنة 1936. المهم اللي يلفت انتباه الأشخاص إن هذا الفندق مغطى بالكامل بنبات فيرجينيا المتسلق. فالفندق يتغير لونه بتغير فصوله، حيث يتحول لونه إلى الأخضر أو الأصفر في فصل الصيف والربيع، ويتحول إلى اللون الأحمر أو البني في فصل الخريف. مشاهدين رجعنا لكم بعد ما تعرفنا على غريب عجيب، واليوم بنتكلم عن فنانة من أرض الجمال لبنان، فهي هاوية وعاشقة للفن وتعلمت أساسياتها من أحد أقربائها اللي غرست حب الفن منذ الصغر فيها، وصقلت موهبتها الفنية من خلال كثير من الدروس الفنية كفن النحت والرسم على الجلود وغيرها. خلونا نتعرف أكثر على ضيفتنا في الاستديو الفنانة نجلاء الحص. صبحت الله بالخير، يا هلا ويا مرحبا فيك. صباح الورد. صباح الخير. طبعا الفن نشرتي اليوم في الاستوديو، نرحب فيك في البرنامج، وكلمينا بالبدايه عن هوايتك وبداياتك في الفن خصوصا الرسم. هو الرسم من موجود في الصغر، كان عندي خالتي الله يرحمها كانت فنانه، وكانت يعني كل ما ازورها يعني اشوف لوحاتها، ويعني كانت طريقتها في اللعب معي انها تعطيني تمارين رسم، فحبيت الموهبه. بعدين ضلت معي هالموهبه لحين وصلت، يعني مرت الحياه والظروف والاولاد فما كان في مجال الدراسه، فوصلنا البحرين اللي كان لها فضل كبير علي، ودخلت كان اعطيت البيئه الدافئه من الفن، فطورت موهبتي بالدروس والورش، وفي ما زلت في يعني تعلم. مسير التعلم بلا نهايه مثل ما طبعا بيقولوا. الفن والناس ما نعرف نجلاء، يعني الفن والرسم وغيره من هالامور دائما متطور متجدد، دائما في اشياء جديده تدخل، سواء كان من ناحيه الالوان، من ناحيه التكنيك، حتى يمكن من ناحيه الفبرك اللي بترسمين عليه. لكن خلينا نتكلم عن المدرسه الفنيه اللي انت تنتمين لها. تحبين ترسمين الطبيعه ولا ترسمين الاشخاص، ولا شو الامور اللي تحبين دائما تركزين عليها في مجال؟ هلا انا اخذت ورش او تعلمت جميع انواع الفنون تقريبا، يعني من كذا منحه تيكون عندي فكره عن الاشياء. الاكثر شيء مفضل عندي هو الاشخاص. بديت في الواقعيه جدا، شوي شوي عم بروح تجريد شوي، فامبرشنزم او الانطباعيه شوي.
بحاول يعني اطور في الاسلوب. يعني اول ما يبدا الفنان بيكون كثير متمسك بالقيود، مع الخبره بتصير بيترك شوي، بيصير في حريه اكثر، بتضيفين لمساتك الخاصه، بصير عندك ثقه في النفس. ويعني اجرانت تكلمتي ان طبعا اكيد جايه من لبنان، لبنان يعني ام الفن في كل المجالات يعني، فبس وصولك للبحرين، البحرين بعد ضافت لمسيرتك الفنية شيء، فكلمينا عن هذا الشيء. جدا بصراحة في بيئة فنية وافرة في البحرين، فنانين رائعين جدا، وفي دعم ومعارض كثيرة، فوجود هالبيئة والشعب المضياف بصراحة، يعني احنا بالبحرين بالنسبة لنا بلدنا الثاني وبيتنا، ومنحب فيه بالارتياح، فعطاني الثقة والارتياح أني كمل طور موهبتي وتابع ويعني تابع الدراسة، وإن شاء الله يعني إلى الأمام. ما شاء الله لوحاتك جميلة. يمكن أنا اللي شد انتباهي أكثر أن الشرسمين حتى علشنا طول الجلود. الرسم على الجلد يعتبر صعب شوي نجلأ، ويكون مختلف وله عالم مختلف غير عن اللوحات. هو صعب لانه الرسم على الشنط والجلود طبعا، اذا خاصه اذا كانت الشنطه مثلا ديزاينر او شيء، ما في مجال للغلط، بدك تكوني واثقه ويكون عندك فكره عن نوع الجلد، لانه في انواع مختلفه من الجلد، كل واحده بتقبل الدهان وفي له بينت مخصص له ما يأذي الجلد. يعني مثلا الجلد البايثون في له تجاويف وتغاريف، فيحتاج كثير دقة وتدخلي في الجروفز مالتها. يمكن بعض الاشياء اللي لاحظتها ان لما ترسم على اللوحة العادية تكون السيرفس او الارضية تكون يعني مستقيمة. نعم. لما تكون مثلا فيها زوايا مثل كذي، شنو الصعوبة يكون فيها؟ بدك تكون كتير دقيق فيها، كتير دقة من تكون متمهل، والبروش كتير ناعمة وصغيرة، وتكون عامل بلان في يعني قبل كيف بدك تنفذ الطلب الموجود على حسب الرسم، حسب الطلب. أنا بس شدني البوك أو المحفظة إذا تبينها تشوفها، لأنه وايد حبيت الرسمة عليها. ترسم على كل شيء ما شاء الله. إيه وايد مرتب، ويعني حتى الألوان حبيت. كملنا عن هذه اللوحة، ايش كثر اخذت منك وقت على ما ترسمينها؟ اخذت حوالي يومين. يومين؟ ايه. على ما تجف حتى اللوحة يعني؟ هي لانه الرسم على الجلد يحتاج طبقات، يعني ما بتحصلي اللون من اول مرة، لازم تكوني اكثر من مرة لتصير. يعني مثلا هاي مثلا اخذت خمس ايام لانه بدك تحط اللون، ترجع تحط حتى يبين الخضار الشادو يطلع على 3D. والنوع نوع الالوان تختلف من لا مش اكريليك طبيعي، الالوان خاصه في الجلد. خاصه بالجلد. اليوم شو بتسوين لنا؟ شنو بترسمين نجلاء؟ حنحاول نرسم رسمه شويه فيجر، انا كثير بحب الاشخاص مع شويه يعني ضربات، ان شاء الله تكون تنال اعجابكم. يلا خلينا نبتدي وياك. اوكي، وشرحي لنا شنو اللي راح تستعملينه في الخطوات في البدايه. اوكي، اول شيء عرفنا ليش بنبلل كذا مره جيت دائما، لانه القماش تيقبل شوي الالوان. عذران حنلبس الجو. اي عشان الالوان بعد ما تلعوزت صراحه. صح. اللوحات حلوه، حتى حبيت القطع الفنيه اللي هنا. شفتي مني؟ اشوفها بالكاميرا. هذول اللوحات هن يعني سيريز سميته البحرين، يعني كل شيء من تراث البحرين. يعني انا عندي لوحات غير ستايل، بس حبيت اجيب اليوم التراث البحرين. تتأثرين انت كفنانه نجلاء بالتراث؟ نعم. يعني الاماكن اللي تسافرين لها او تروحين لها وحتى تعيشين فيها، يعني ما شاء الله نشوف لوحات اليوم على التراث البحريني، كنت انت طبعا مقيمه في المملكه، لكن لما تسافرين برا هل تتأثرين ايضا يمكن بتاريخهم بحضاراتهم وتحاولين ترجمين اللوحات؟ طبعا مثلا اذا رحتي على اماكن مثلا نقول اسبانيا او انجلترا او شيء في مثلا تراث معماري، ممكن تجذبي بكل القناطر او اي شيء تحاولي تكوني تستوحين يعني من الموضوع. الحين اخترتي الالوان، دمجتي لونين صح؟
حندمج لونين شوي، نعمل ابستراكت باك جراوند سريع. بس نثبت اللوحة شوية. هذه أول مرة تمر علي تثبيت اللوحة، الحين بتعلمها. تضغط على الألوان فتحتاج إنه يكون في ثبات. من وين دائما تتأثرين نزلاء؟ يعني من وين تجيبين الأفكار؟ غير الأشياء الثقافية اللي تكلمتي عنها مع إيمان، يمكن أشياء تتأثرين فيها دائما تمر عليك في حياتك، ممكن إنه تقولين والله أنا الحين اليوم برسم هذه الفكرة. هو مع عالم مع التطور في الحياة، هلا السوشيال ميديا كتير صار عالم مفتوح. صح يعني صح. يمكن تفوت على معرض افتراضي مثلا وتشوف لوحات، تشوف هالفنان تعجبك مثلا فكرة، اوكي يمكن تعطيك فكرة انه انت مثلا حلوة هالفكرة، خليني انا شوف انا سويها بطريقتي، سوى طريقتي مثلا. او اطلاع على معارض، لازم الواحد يكون دائما مطلع على اعمال فنانين، يحضر معارض، يشوف ندوات، يعني كل هالاشياء تطور. وفي احيانا يعني مثلا الحاله النفسيه هي اللي بتخليك يعني ترسم اي شيء، يعني مثلا اللي يدور في بالك او يكون بالنسبه لك تستوحي منه الالهام يعني. صح. الحين تبين تسوين الطبقة الأساسية نجلاء صح؟ نعم. إن تكون بدمج اللونين اللي هو الجري إذا ما خبضني. نعم. هذا الجري والبيج. نحط كذا طبقة ألوان، بعدين بنعمل سكتش تبع الفيجرز وطبقات ضربت. حلو. عم نحاول نخلص الوقت مش كتير طويل. راحتك. والله حلو الرسم. حلو الرسم. بعمركم حاولتوا ترسمون؟ والله احنا نحاول هني في الاستديو هني كل شيء نحاول. كل شيء. يعني في اشياء فشلت واشياء نجحت يعني. يعني لازم طالما وصلتوا على عندكم فنانين تستفيدون من التجربه بصراحه. اتوقع مخرجنا هو دائما يحكم علينا، يعني يقول رسمتكم اليوم حلوه رسمتكم لا، فهو يقول يعني ودي يجيب لوحاتنا بس يعني خايف على شعور المشاهدين. حتى الفرشات تلعب دور صح نجلاء في طريقة الرسم، يعني أنا يمكن هذه الفرشاة اللي أنت أول مرة تشوفها. هي هيدي الفرشات بتعطي هالإفكت لأنه فلات يعني طويلة وعريضة، بتعطي بعدين سريعة في الدمج، بتعطيك كل شيء. متعودة على الفرشاة يمكن تكون إيه هذه أكثر. كل فرشات بتعطي تكنيك معين صح. حسب ما يحتاجها هاللوحة. عندي كثير الوان اليوم اخذت راحتك، احنا نحب الالوان اصلا وايد، فدمجي كثر ما تقدرين. ما شاء الله كل فنانيننا يكون عنده بروحه طريقه خاصه، وهي صح طريقتها بعد يعني مختلفه. نجلاء ودي اسالك، هل شاركتي في معارض؟ هل تفكرين انك تسوين لك معرض خاص بيك؟ طبعا يعني هاي الفكره موجوده. شاركت في معرض في طباعه مع بحرين وومن برنت ميكرز، وكان عندي معرضين، مفروض واحد خارج البحرين وواحد في داخل البحرين، بس للأسف ظروف الكورونا يعني ما سمحت، فتأجل هلأ المشروع. بس إن شاء الله العالم بيرجع. قاعد تجهزين اللوحات يعني؟ قاعد تجهزين اللوحات انت؟ لا اللوحات جاهزين. كان المفروض يكون المعرض اللي في البحرين كان يكون في شهر أذار، شهر 3، فتأجل هلأ لآخر السنة، فما بعرف. إن شاء الله كيف إن شاء الله لي ديسمبر الأمور تكون. في كتير هلأ فنانين عم يعملوا معارض افتراضية. صح. فما بعرف. ما فكرتي تسوين معرض افتراضي ولا تحسين يمكن راح تظلمين اللوحات ما راح تبين أكثر؟ معرض الافتراضي إيه بصح صراحة، يعني المعرض الافتراضي حلو بالمبدأ، بس إنك تكوني في معرض من بروحك نفسك، تشوفي اللوحه، تشوفي اللوحه من جريب، تشوفي مثلا حتى الامبرفكشنز التفاصيل، كيف احساس الفنان بشكل مختلف يعني بيكون عن انك تكوني كانك عم تعملي براوز على انستغرام او اي شيء صح تاني. ممكن تشوفين الصور في اي مكان، لكن يختلف لما نحضر المعارض. صح. ممكن غير المعارض وين دائما تعرضين لوحاتك؟ ممكن تستغلين السوشيال ميديا اكثر شيء؟ اكثر شيء السوشيال ميديا، يعني هي نافذه العالم هلا المعاصر. كل العالم بيقدر يوصل لك في اي مكان. في اي مكان. شلون تحسين رده الفعل الناس لما يشوفون اللوحات، وشلون هاي يغير من طريقة يمكن رسمك في بعض الرسمات؟
في تشجيع دائما في من الاصحاب والاهل والفنانين يعني. كيف يغير؟ اكيد انا بقبل النقد. أيوة طبعا. الى حد ما اذا في عندي فكره حابه اوصلها بوصلها. نقد شوي، بعمل شويه تغيير في مع نقد البناء تقصدين؟ بالضبط. نعم. بس يمكن الافكار، تاخذين افكار منهم، ان افكار للرسم مثلا يقول لك انا خاطري مثلا تكون خاطري في رسمه كذي اشوف انت ترسمينها، ممكن تاخذين هذه الاراء؟ طبعا. طبعا انت كفنانه وكرسام تحبين التنويع والتغيير، ودي اسالك اكيد نجلاء، غير الجلود وغير يمكن اللوحات، هل فكرتي ترسمين على يعني اماكن معينه مثل الجدران او شغلات معينه تكون مختلفه عن ترسم على الكيك؟ ترى على ترسمين على الكيك؟ ترسم على الكيك؟ انا اول مره هذا الكيك بيقولوا كيك ديسبلاي، يعني موجود بيكون في اعراس للتصوير، ما بيكون كيك حقيقي. أيوة. يعني بيكون فوم اللي يكون بس مجرد. أيوة. شكل. نعم. في شركه طلبت مني اني اعمل الكيك حق عرس ونفذناه، بصراحه طلع كثير جميل. حلو. لأرجع لسؤالك، برسم على كل شيء بصراحة. يعني ما في شيء في البيت، يعني بعد في الأشخاص بعد ما رسمت عليهم. يعني مثلا هنا رسمة على الخشب، على الكوسترز مثلا الخشب. ما حلوين. بحب دايما أجرب هدول السيريز انجلز. حلو. يعني ست كامل، طقم ست كامل، طقم كامل كله. عندي هوس في اشوف الست كامل ده، ما عليك امر نجلاء تشوفه، حبيت وايد حلو. هاي امي واحد مختلف. هذي وي زي ما كسرته. لا ما تخافي ما كسر. اي واحد اختاري اي واحد عجبك. أنا هذه صراحة حلوين، هذه حبيتها. لا صراحة إبداع الرسم، هو ست كامل. هذه وهذه. ست حلوين. كامل صح. حلو. أكاد خلط لوني جديد نجلاء. الأزرق شوية لونه شي باقي. بس نسيناها شوي. بدأت تشتغل. حتشوفي كثير ألوان. فحين هاي يعتبر شنو المرحلة الثانية بعد ما حطيتي؟ بعدنا في تأسيس الألوان، بيسموه البلوكينج، يعني تحط الألوان الأساسية. أوكي. تحدد الباك جراوند أو الخلفية، لأنه الخلفية لازم تظهر من تحت. يعني هاي لحد الحين إحنا في الخلفية. بعدنا في الخلفية. نجلاء الحين أنتي حطيتي يمكن البيج تحت وغطيتيه باللون الأزرق، هل أنتي متعمدة ذي الشيء؟ هنا؟ ذي الصوب. الأزرق. ذي الصوب. أي. إيه. أنت متعمدة. أنا عارفة لأنه البلان شو بده يصير. هلا بس تشوفي بعد كيف اللوحة بشكل. بده يظهروا كل الألوان، وبعد بده يصير في طبقات أكثر. الحلو إنه تشوفي كل طبقات الألوان. الألوان مختلفة. مش كتير مزج. لازم تشوفي طبقات الألوان. حلو. بتحبون الأكريليك ولا الأويل؟ والله اللي أنت تشوفينه مناسب. احنا نتعلم منه كل. ام مستانس لان اول مره نشوف بهذه الطريقه، يعني صح دائما يكون رسم عادي، فهذه الرسم طريقتي جديده ومع دمج الالوان كلها. صح كان شيء جديد علينا احنا. على ما نخليك تاخذين راحتك نجلاء، بنرجع لك نشوف الشكل النهائي. خليك تكملين الرسمه وبنرجع لك ان شاء الله. اوكي. شكرا. حبيبتي المشاهدين اكيد راح نرجع حق نجلاء، لكن الحين ننتقل حق فقرتنا الاسبوعيه للعلاج الطبيعي ونشوف موضوعنا لليوم مع الدكتور هاني. مرحبا، صباح الخير، معكم دكتور هاني مهدي حسن، استشاري علاج طبيعي متخصص في تاهيل مشاكل العمود الفقري والساقين. اليوم بكلمكم عن مفصل جدا مهم في جسم الانسان ومعظم الناس تشكو منه، اللي هو مفصل الركبة. مفصل الركبة مفصل حساس جدا ويتأثر بأشياء كثيرة، منها زيادة الوزن، الإفراط في التمارين الرياضية أو حمل الأوزان الثقيلة على الساقين، أو حتى قلة التمارين وعدم تقوية عضلات الفخذ الأمامية. مفصل الركبة هو حلقة الوصل بين الحوض والكاحل، ويتأثر بأشياء كثيرة
منها الفلات فوت او القدم المسطحه يتاثر عند اللاعبين الرياضيين في مثل مشاكل الرباط الصليبي، الرباط الصليبي الخلفي، الاربطه الجانبيه، اثناء حوادث الالتواء كثير يعني لانه مصل حساس، مشاكل الصابونه او الباتيلا او الصابونه اللي تنتج مثلا عند ركوب الدرج او نزول الدرج تحس مشاكل الصابونه او التهابات، هذه كثير من الاشياء تمر علينا يوميا ووايد تنتشر في مجتمعنا. من اهم طرق الوقايه لحمايه مفصل الركبه هو الحفاظ على الوزن السليم، تقويه عضلات الفخذ الاماميه والخلفيه مع الارداف. ليس فقط نتكل على تقويه عضلات الاماميه كما هو معترف فيه، لا، الحين مفصل الركبه في دراسات اثبتت ان تقويه العضلات المحيطيه مثل الارداف الجانبيه والعضلات الخلفيه بالاضافه لعضلات الفخذ الاماميه يحمي مفصل الركبه والصابونه. اثني الساقين. الحين بنبتدي تمارين تقويه عضلات الظهر العميقه وعضلات اسفل الظهر والحوض على اساس نعزز اسفل الظهر ونعدل مشاكل في الحوض. اثني الساقين. اول تمرين بيزك او اساسي هو شد العضلات الجانبية للبطن، ليست الأمامية وإنما هذه، ضغطها إلى الداخل، شفطها أو اسحبها إلى الداخل مع تنزيل أسفل الظهر إلى تحت بحيث أن ظهرك يلامس الأرضية، وترخي اسحب على داخل، اضغط الظهر إلى أسفل شوي قليل، أيوة قليل، 1 2 3 4 5 وارتاح. نكرر هالعملية 10 إلى 20 مرة كل على 5 ثواني. العملية الثانية، أثناء تثبيت الظهر نثبت أسفل الظهر بنفس الطريقة، نرفع واحد من الساقين بهدوء وأنا محافظ على الثبات بس كافي، 1 2 3 ونزل الساق وحافظ على الثبات ما ترك الثبات وارفع الساق الثاني، يكفي، 1 2 3 ونزلها بهدوء بعدين ارتاح. ممتاز، هذه من افضل التمارين كبدايه على اساس نتعلم شلون نشغل عضلات الحوض والظهر العميقه. تمارين الارداف تمارين بسيطه اللي هو رفع الحوض الى اعلى، ارفع الحوض الى، لا خليك مكانك، وارفع الحوض الى اعلى اعلى وامسك، 1 2 3 4 5 وارتاح ارتاح ارتاح. نكرر مره ثانيه، 1 2 3 4 5 وارتاح وارتاح وارتاح. ممتاز. زين خليك على جنب في تمارين الحوض الجانبية. لا شاهد لها يعني. اوكي. زين. عندنا تمارين الحوض الجانبية اللي هو ثني الساق السفلي إلى الأمام، مد الساق العليا إلى الخلف ورفعه إلى الجانبين بهدوء. 10 ثواني لتشغيل عضلات الحوض الجانبية لمن لها أهمية كبيرة في تثبيت أسفل الظهر. 1 2 3 4 5 وارتاح. مرة أخرى، 1 2 3 4 5 وارتاح. ممتاز. الحين خليك على أطرافك الأربعة، يدينك وركبتينك مع ثني الركبتين. اجلس، لا اجلس على الركبتين. ممتاز، خلي أطرافك 90 درجة 90 درجة. حلو، الحين خلي ظهرك سيدة. الحين بشرح لك تمرينك الآتي، خذ نفس وقوص ظهرك إلى الخلف، طلع نفس وقوص ظهرك إلى الداخل، نفس عميق، تقويس الظهر إلى الخلف، نفس وطلع النفس، قوص الظهر الأمام. هذا من أفضل التمارين لتعزيز أسفل الظهر إذا خصوصا عندهم مشاكل في الديسك. مرة ثانية، نفس وثني الظهر إلى الخلف، نفس إلى الخارج وثني الظهر إلى الأمام، ونرجع مرة ثانية في وضعية الاستقامة. التمرين اللي بعده راح رفع إيد واحدة إلى الأمام ورفع الساق المعاكسة، وعملية التوازن مهمة جدا لتقوية العضلات القطنية العميقة. ونبدل، ستريت سيدة تحت نحافظ، ونرجع مرة ثانية ونرتاح. شكرا. شكرا للدكتور هاني. مشاهدينا فاصل قصير وراجعين مع باقي فقرات حلقة الاثنين من برنامج صيف البحرين، خليكم ويانا.
عودة لكم من جديد مشاهدينا، ما بقى من العطلة إلا أسابيع قليلة ويبدأ فصل جديد من الدراسة سواء عن بعد أو بالحضور الاعتيادي، لكن الأهم من الموضوع شلون يتهيأ الطالب خصوصا الصغار في ظروف مثل اللي نعيشها ويستقبلون عامهم الدراسي بحماس ومتعة بعيدا عن توترات المرض. وللحديث أكثر يسعدنا استضافة الأستاذة مريم المناعي اخصائيه تربويه. صباح الخير، رحب فيك في صيف صباح البحرين. صباح الخير، صباح النور، شرفتوني، شكرا، متشرفه باستضافتكم لي. يا هلا يا مرحبا فيك استاذه مريم، احنا اللي سعيدين بتواجدك، واليوم بنتكلم عن موضوع مهم خصوصا تفصلنا يمكن اسابيع قليله عن عوده الطلبه للمدارس. خلينا نتكلم استاذه في البدايه عن التحديات اللي قاعد نعيشها هذه الفتره عشان نعرف شلون ممكن نتغلب عليها. خلينا نقول ان في تحديين رئيسيين يواجهونا هذه الفتره. تحدي الوقت الطويل اللي قاعدين يقضونه العيال في البيت، وشلون قاعدين نستقل احنا كأولياء امور او كآباء بحيث ان احنا نحضرهم حق الفتره القادمه. هذه الوقت لازم نستقله، يعني لا نعتبر انه هو شيء مثل ما يقولون تحدي ومشكله وذي، لا خلينا نعتبره منحه، نعتبره شيء جيد حصل لنا. يعني يمكن دائما كنا نقول نبي وقت ازيد نقعد ويا عيالنا، نبي عيالنا شوي متفرقين، ما عندهم دوام، ما عندهم دراسه، ما عندهم، الحين صار عندنا منحه حلوه وطويله، ويعني نقدر نستقلها وايد. 20 دقيقه من الكلام مع طفلك، الحوار الممتع الجاد يخلي الطفل يكون انت صديق له، تكون في علاقه بينك وبينه، مقرب العلاقه، تكون صديق مقرب له، وهاي العلاقة أنت محتاجها خصوصا في المرحلة القادمة، في مرحلة المراهقة، في مرحلة لما الطفل يبتدي يطلع من البيت، يبتدي يتعرف على محيطه الخارجي. هذه العلاقة جدا مهمة، فهذه الوقت بالعكس أنت عندك وقت طويل تقدر تستخدمه، تستقله أحسن استقلال، بحيث أن الطفل يتكون معك علاقة صداقة، مو بس أبوة، علاقة صداقة، علاقة فيها شوية اهتمامات مشتركة. طفلي مهتم بالطبخ، أطبخ وياه، طفلي مهتم بالرسم، أرسم وياه، طفلي قاعد يحاول ينمي مهارات معينة أنميها معه، مو شرط أحب هاي المهارة، لأن احنا في التربية الإيجابية عندنا يعني الكيوردز، خلينا نقول الكلمة المفتاحية في التربية الإيجابية، إنك تحب، إنك أنت كولي أمر أو كمربي تكون محب للطفل اللي أنت قاعد تربيه. متى ما كنت أنت محب له، أنت قادر على أنك تقوم بتربية إيجابية. شلون تحب شخص إذا أنت ما عندك أي اهتمامات مشتركة معه، ما عندك أي وقت تعطي إياه؟ هذه الوقت اللي احنا قاعدين نعيشه تقدر تعطي الطفل اهتمام، تقدر تعطي الطفل مشاركة، تقدر تشاركه اهتمامه حتى لو ما كنت تحبه، بس تعطيه هاي الوقت، لأن هاي الوقت بيكون نفس المظلة اللي بتظلل عليه في الفترة القادمة لما تكون عنده تحديات، لما يكون عنده مشكلات. يكون استثمار في نفس الوقت. استثمار عجيب ووقت عجيب عشان تستثمر في علاقتك مع الطفل، لأن يعني في دراسات قامت على مراهقين عندهم مشكلات سلوكية، عندهم تحديات مع المجتمع، وجدوا أن 95% من هذه المراهقين هذه المشكلات نابعة من أن ما عندهم أي علاقة مع الأم والأبو أو المربي، سواء جد جدة أم أبو، ما عندهم أي علاقات أسرية تحميهم. فيعني العلاقة هذه اعتبرها استثمار، الوقت دي اللي هو قاعد يصير تحدي، يمكن يعني التحدي الآخر اللي ناتج من هذا الوقت الطويل والملل، والملل توتر ضيق قلق، وهذه القلق والتوتر يمكن احنا كأولياء أمور أو كآباء أو أمهات قاعدين ننقلها لعيالنا من غير ما نحس، يعني قاعدين نزرع هاي الفكرة من غير لا نحس. دائما يعني نحاول أن نزرع أفكار إيجابية، تفكير إيجابي إيحائي، دائما نتجه حق التفكير الإيجابي الإيحائي. شلون نتجه حق زرع الأفكار الإيجابية؟ دائما حاول تنتقي كلماتك خصوصا قدام الطفل، قدام المراهق، قدام الشخص اللي ممكن يتأثر عليه، يتأثر بشكل أنت بتلاحظ أنك أنت قاعد تقول شيء وعقبه هو قاعد يردده من غير وعي منه، وأنت بتستغرب أصلا أنا شلون هو قاعد يقول هاي الفكرة، لأنه يلقط الفكرة ويرددها. أنت مثلا تقول ملل، ما قاعد نسافر، بيقول لك ملل ما قاعد نسافر، زين أنت كم مرة سافرت في عمرك؟ ما سافرت، ما بس أنت قاعد تقولين له هاي الأفكار، هو قاعد يرددها، قاعد يعيدها، يخزنها، قاعد يقول ملل، ما عندنا شيء، ما نقدر نروح مكان، تعيد الفكرة. دائما حاول تحيله بأفكار إيجابية، دائما حاول تعطي يعني فكرة إيجابية، أنه الله احنا عندنا وقت وايد نقعد مع بعض، الله يلا نطفي التلفونات ساعة،
انا كامكم وانت ويلا نطفي التلفونات ساعه كلنا ما في لا تلفون لا ايباد، يلا خلينا نقعد نرسم، خلينا نجيب الليجو اللي نشتريه ونخزنه خلينا نجيبه كله ونحطه ونلعب كلنا مع بعض. شوي تفرق الطاقه هذه وشوي تحسس ان الموضوع يعني احنا عطله خلينا نستانس عادي، صح اجازه ما في شيء يعني قاعد يصير كتوتر. دائما 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 ركز على هالنقطه لان الافكار والاشياء اللي انت تنقلها لطفلك بصوره يعني سواء انت بوعي منك او من غير وعي تاثر فيه. صح يمكن اللي قلتي وايد حلو موضوع الجوده، تعطي الاطفال وقت فيه جوده يعني تكون 100% مركز معهم. خلنا انتقل يمكن تكلمتي في البدايه عن موضوع الاطفال في هذه الفتره وقفوا الدراسه، متاكد ان ناس وايد او اولياء امور وايد اهملوا يمكن حتى الدراسه لان في هذه الفتره ما كان في يعني دراسه، فاللي هو الدراسه من البيت في ناس اكيد اهملت هذا الشيء. فممكن الاطفال تاثروا الحين مع بدايه الفصل الدراسي، شلون نقدر احنا نهيئهم هذه الفتره عشان يدشون بطريقه سلسه والتحول من البيت من القعده الى مره واحده نرجع الى الدراسه مره ثانيه. صح احنا دائما يعني نحاول نفرق بين وقت العطله ووقت المدرسه، يعني بالعكس لما يكون الطالب متوقف عن الدراسه وعنده وقت يلعب فيه ويستانس فيه هذا المطلوب، لانه شوي يبتدي يجدد نشاطه حق الكورس الجاي او السنه الدراسيه الجديده. لكن الوضع الجديد والاحترازات الجديدة والأشياء الجديدة فرضت واقع متغير على الطلبة، ولازم نعلم الطالب أنه يتعايش مع الوضع. يمكن الفترة اللي طافت إحنا معيشين عيالنا في قوقعة في فقاعة، ما نبيهم يطلعون ما نبيهم يروحون، ما يبين الوضع الجديد والتعايش اللي قاعدين نعيشه الحين لازم نعلم عيالنا يتعايشون مع الوضع، خصوصا العيال اللي في سن المدرسة. طلعهم معك، ودهم برادة، ودهم مطعم، ودهم مكان، طلعهم تشوفهم جربهم. يعني دائما احنا بنقول له البس قفاز، سوي كذي سوي كذي سوي كذي، غير لما يشوف قدامه، يشوفك انت لابس، يشوفك يشوف امه لابسه، يشوف ابوه لابس، اذا الكل ملتزم راح يشوف الكل ملتزم، يشوف ان الوضع انه اوكي انا بجرب نفسي، يجرب نفسه، يقعد في مطعم يجرب نفسه، يروح بيت جدته مثلا او ام العوده يقعد بعيد ما يسلم عليها، يعرف انه يعني اذا امي ما بسلم عليها او جدتي اللي احبها ما بسلم عليها يعني صديقي اولى اني ما اسلم عليه لما اروح المدرسه. يبتدي يفهم ان الوضع الحالي محتاج ان هاي الاحترازات، فيبتدي يفهم ان انا لما امشي شوي شوي معه اعايش اخليه يتعايش شوي شوي مع الموضوع احسن من انه مره واحده يلا هوب من المدرسه من البيت يلا روح المدرسه. ينصدم من الواقع، ينصدم من الواقع ولا يعرف يتصرف. صح. ولا انت مجربه ولا انت بس شلون ممكن استاذ مريم نكسر هذه القلق والمخاوف؟ يعني يمكن هم تعودوا الفتره اللي طافت قاعدين في البيت والدراسه عن بعد، ونت ما تفضلت وذكرتي يعرفون ان في احترازات كثيره لازم ياخذونها بعين الاعتبار. لما يرجعون يمكن على مقاعد الدراسه شوي يتخوفون، الحين الدراسه راح تكون فعليه وراح يكونون معايا يمكن اصدقائي في المدرسه وراح تتغير الحياه اللي هو تعود عليها كم من شهر، فشلون نكسر القلق عند الطفل انه هو يرجع يمارس حياته الطبيعيه لكن يعني يحافظ على التعليمات؟ مثل ما تفضلتي القلق ناتج من شنو؟ من افكار، من انه هو قاعد يفكر ايش راح يصير. ايش الخيال بالنسبه حق الطفل واسع. عالم واسع واسع، انت تقدرين كمربي او كمشرف على الطفل انك تلعبين في عالم الخيال يعني لعب جبار على قولتهم. انت تقدرين تخلينه يتخيل الاشياء الايجابيه او يتخيل الاشياء السلبيه، انت تقدرين تخلينه يتوجه توجه سلبي انه لا خوف ايش بيصير، انا بقعد ويا ايش بيسوون لي، يمكن ينتقل لي، يمكن يصير لي ماما، يمكن لي. وبعضهم يعني يمكن قاعده اسمع من بعض اولياء الامور في الجروبات ان الطالبات قاعدين يصيحون انه يعني ايش بيصير واحنا خايفين، لان خلاص ولي الامر قاعد ينقل هاي يزرع الخوف بزياده. لك أنت تخيلين مثلا يعني خلا أقول لك تمرين من التمارين، لو كان طفل عمره 10 سنين 5 سنين 7 سنين أول ثاني ثالث ابتدائي، كلمي سولفي وياه، تخلي الحوار بينكم مفتوح وقولي له مثلا تخيل مثلا بكرة يلقون علاج حق الكورونا إيش راح يصير، شنو راح تتوقع العلاج، تخيلنا سوبرمان هو اللي مسوي العلاج واستمتعي عاد بالابديت. يعني هو بيقول لك أشياء وقصص يعني شخصيات ما تعرفينها وشخصيات ما تعرفينها،
خلي يعيش جوه ويستمتع، ما يحس ان الموضوع كله ضيق وتوتر وتنشن، خلي يستمتع. يقول والله حلوه فكرتك، خلينا نسويها، نجيب هذه الكابتن امريكا مثلا ويقطع لنا اللقاح او يسوي، خلينا نسوي. بتحسين افكار حلوه، خلي ياخذ الموضوع انه شوي في لعب، مو سيريسلي يعني. وخصوصا حتى احنا مثلا يمكن احنا نشوف المعقمات والوايبس وهالسوالف نشوفها خلاص معقم وزين وكل شيء، بالنسبه له لا، يبي جليترز، يبي مارشنو، شخصيات يبي مختلفه، شخصيات بالوان، اخذي له، خليه يحس ان الموضوع فن حلو يعني. والله انا بحط معقم بحضي بستانس بسوي شيء في ان احافظ على صحتي وهايجين وكل شيء، لكن في نفس الوقت اني انا بكون بعد وناسه حلو الوضع، انه الناس ما موجود كمامات حق اليهال حلو يعني، خلي يلعب لانه سنهم مختلف، تفكيرهم مختلف، شعورهم مختلف عن شعورنا، فما يصير نحسسهم بالضيق والتوتر لدرجه انه قاعدين يصيحون مساكين ينهارون، وسبنا حاسين انه شنو بيصير، ايش بنسوي، اي شيء، اي سؤال يتوجه لي اقول لها والله بتشوف شنو المدرسه تقول، شنو الاجراءات اللي بتصير، بنمشي معاها، حسسي ان الوضع طبيعي، نفس اي وضع معين، قوانين وبنمشي وياها، بنمشي وياها، بس ما في داعي تحسسي ان انا ضيق توتر، ما راح، ما بنعرف شو نسوي، عاد انا اخاف عليك، عاد انا شوي شوي لا تهولين الموضوع شوي شوي يعني. وعلى نفسك حتى يعني، حتى على اولياء الامور انا اقول لهم على انفسكم شوي شوي، على انفسكم التوتر والضيق الزايد هاي مو في صالحكم ولا في صالح الطفل. خلينا نتكلم يمكن في جانب ثاني، موضوع الدراسه الحين، موضوع شلون نبتدي يعني نبتدي الدراسه بما ان العطله خلاص وقفت، شلون نبتدي شوي شوي في موضوع التدريس عشان الطفل او الاطفال يكونون يستوعبون يرجعون للمود الدراسه مره ثانيه، طريقه التدريس شلون تكون؟ طريقة التدريس الحين أونلاين الطريقة صارت وايد أسهل حتى على الطفل أو على الأمهات، يعني الطفل اللي في مرحلة الدراسة الابتدائية، المرحلة الابتدائية تبتدي معه شوي شوي في الأشياء الاعتيادية البسيطة اللي هو تبتدي وياه، فبتخلينا شوي يتحضر على الموضوع. كل المدارس عندها فترة تحضيرية، يعني كل المدارس سواء خاصة أو عام أو حكومية عندها فترة تحضيرية، يعني من واقع خبرتي في وزارة التربية وفي كأخصائية تربوية كل المدرسات يبتدون يعطون اختبارات تحضيرية، اختبارات التحضيرية قبل الدراسة الفعلية، فيعرفون مستوى الطفل، يبتدون معه شوي شوي. فموضوع ان شلون والله يعني لا يمكن يكون نسى كل شيء، والله لا يمكن الوضع الحين بيتغير عليه، لا يكون في هاي التوتر والخوف، لانه ما شاء الله تبارك الرحمن عندنا كفاءات في التدريس في المدارس الحكوميه وفي المدارس الخاصه، نفخر فيهم، نفخر فيهم كمملكه البحرين. مملكه البحرين بالنسبه حق التعليم من اقوى، يعني اقوى المجالات، مجال التعليم. فسبحان الله يعني تحضير الطفل والاهتمام بالطفل، والطفل يكون رغم واحد في العمليه التعليميه، ما بيحصل صعوبه في الرجوع، ابدا ما بيحصل صعوبه، وتخوف اولياء الامور من هاي من هذه الموضوع قاعد ينعكس على الأطفال، ينعكس على الجو العام، يعني إنه يكون مو عارفين شو يسوون. لا بالعكس، أخذوا الموضوع ببساطة شوي، لأن التحضير نفسه يعني تحضير الطفل وإنه يدخل في المود مرة ثانية، يدخل في مود الدراسة، يدخل في مود الأونلاين، يدخل سواء كان بيبتدون معه أونلاين أو بيبتدون معه حضور، سهل جدا. مجرد الطفل يعني الطفل مطواع مو نفسنا احنا، يعني عنده شويه مرونه اكبر من الكبار، يعني اكثر من الكبار، يقدر يتاقلم مع الوضع بسرعه. اذا كانت الام حابه تحضر طفلها حق هاي المرحله، تقدر تبتدي معاه تراجع مفاهيم بسيطه، كل شيء احنا متوفر، دروس اونلاين متوفره على المنصات التعليميه، متوفره على اليوتيوب، متوفره في كل مكان، فتقدر تبتدي معاه شوي شوي اذا كانت حاسه ان طفلها كلش ضيع يعني ما في اي شيء. بس غير كذي خل شوي تعطيه فتشه، يعني خل تكسر رتابه الايام، لا تصير ايام اللي الحين قاعدين نعيشها كعطله نفس ايام، لا بالعكس الحين وقت انك تلعب، انه يلعب الطفل، انه يقعد، انه يستانس، انه يستمتع بالعطله الصيفيه نفس اي عطله صيفيه في اي وقت كان، يعني مو لازم انه لانه جائحه لازم نوتره شوي، لازم نقول له لا نسيت انت الدراسه ولا ما،
خلي يعيش طبيعي. استاذه مريم، انا ودي اسالك بالنسبه، يمكن تكلمنا عن الطفل شلون انهيئه يمكن حق الدراسه ولا حتى حق مقاعد الدراسه، وين بيرجع يمارس يمكن حياته في المدرسه بشكل طبيعي. بالنسبه حق الام، يمكن الام تتخوف لما ولدها يروح المدرسه ولا بنتها تروح المدرسه، تقعد تحاتي ايش قاعد يصير، رجعت بنتي من المدرسه شلون بستقبلها ومع هذه الاوضاع وهذه الجائحه. التفكير الام يكون مختلف يمكن، والام هي تعكس هذا التوتر والقلق على الطفل، فشلون الام هي تهيئ نفسيتها حق هذه المرحله؟ شوفي، انا كمستشاره ومدربه شخصيه اعطي بعض الاستشارات الشخصيه للامهات وللاباء. لما تجيني ام وتستثمر في نفسها وقت ان تاخذ وقت تعبر عن اللي في داخلها، تطلع الغضب، تطلع التوتر، يعني وايد استمتع لما تجيني واحده تقول لا انا ابي باكج، ابي 4-5 جلسات، اقول لها ليش انزين؟ يعني ما تقول لا ابي استثمر في نفسي، يعني تحسسني ان هي شيء غالي. وهاي اللي المفروض يكون الام والاب اساس في البيت، عمدان البيت على قولتهم. فلما الاب يكون متوتر ومضغوط يمكن يكون محتاج حق انه يفرق هاي التوتر مع مدرب رياضه. الام محتاجه تفرق هاي التوتر مع مدرب شخصي. يعني محتاجين شوي كوتشنج، محتاجين كل واحد عنده بعض الامور اللي محتاج فيها تدريب ومحتاج فيها يفرق فيها التوتر. كل واحد عنده نقطه يفرق فيها التوتر. يمكن انا استمتع بان اتكلم، شخصي تستمتع انه يشتغل، شخص مستمتع انه يسوي له بزنس. كل واحد له مجالات. لا تبخلين على نفسك ولا تحسين يعني انك انت ارخص من عيالك ومن بيتك. بالعكس، اعطي وقتك، ارتاحي، قللي التوتر. قدرتي تروحين حق كوتش، قدرتي روحي، ما قدرتي استثمري في وقتك، حطي لك يوتيوب وشوفي اشياء تساعدك على التربيه، على انك انت تكونين اقل توتر. سوي لك ريلاكسنج، تامل، تامل، فيديوهات التامل متروسه كثير، لك 20 دقيقه في اليوم تامل بس، اسوي لك شيء يخلي التوتر اللي فيك مديتيشن شوي. اي المديتيشن وايد من الممارسات الحلوه حتى حق الطفل. يعني راح تستغرب اخوي حمد ان الطفل اللي عمره 5 سنين 6 سنين، يعني انا عندي طفل عمره 5 سنين يستمتع بالمديتيشن، خصوصا قبل النوم. يعني يلا تنفس، وتنفسهم احسن من الكبار. يلا تنفس، يلا نظم تنفسك، يلا يرقد نوم عميق ويستمتع بالنوم. مديتيشن من الممارسات الحلوه لخفض التوتر. فانت دائما اهتمي بنفسك عشان تقدرين تهتمين بعيالك، صح، تهتمين بزوجك، تهتمين ببيتك، تهتمين باسرتك، بامك، بابوك. دائما انا اركز على هالنقطه، ولا يعني وما اقدر اركز عليها اكثر بعد، لان سبحان الله كثير يعتقدون انه لو احنا هلكنا نفسنا عشان عيالنا، وذي هذا اللي بي لا. حتى عيالكم بيلاحظون الفرق لما تكونوا انتم مهتمين بنفسكم، بيحبونكم، بيحبون اسلوبكم، بيحبون طريقتكم، بيحبون. الحب ينتج منه اعجاب، الاعجاب ينتج منه ان هم يقلدونكم، يعني بتصيرون قدوه لهم. وهاي اللي احنا نبيه، ان تكون القدوه من داخل من البيت، داخل البيت. يكونون عارفين ان هذه الانسانه والله امي ذوق، والله امي حلو شكلها، والله امي حلو اسلوبها، انا بأثر نفسها. قال لما تكون قاعد تدور في اليوتيوب وتدور في صديقاتك، فاحنا نقول حق الام ان انت ركزي على استثمارك لنفسك، لانه ينعكس اكيد على الطفل في هالموضوع. حتى يعني الابو، يعني الابو والام، الابو والام اولياء الامور بشكل عام، اعطوا نفسكم وقت عشان تقدرون تعطون عيالكم. حلو، يعني اكيد نشكر تواجدك وحضورك معنا استاذه مريم من اختصاصيه التربويه، كل الشكر لك. يعني فعلا استفدنا من هذه الفقره، واتمنى المشاهدين بعد استفادوا من هذه الفقره، لان الفتره الجايه اكيد احنا مقبلين على ايام الدراسه، ونتمنى ان شاء الله تكون ايام جميله تمر على الطفل وعلى اولياء الامور ان شاء الله. يا شكرا لك، سنه خير عليهم. مشاهدينا خلونا نطلع فاصل سريع وراجعين لكم مع اخر محطه لنا لليوم. عودة لكم من جديد، خلونا نشوف نجلاء وين وصلت. وصلت لرسمة وايد حلوة فيها إبداع وخلال وقت قصير. وقت قصير، الحين عرفت سبب يمكن تنوع الألوان. إيه، لأن هي تقريبا نص الرسمة اللي سويتها الباك جراوند، صح؟ كلمينا نجلاء عن هذه الرسمة والشكل النهائي لها.
هي بحاجة بعد شوية رتوش بسيطة رتوش يعني تفاصيل يمكن تفاصيل شوي الشغل على الوجه بس يعني إضاءة وتظليل مرأة يعني يمكن تكون بحرينية أو فلاحة حسب أنت شو شايفين أنا بترك عادة لل الحين أنا شفت أن البنت الصغيرة لابسة بخنق صح؟ نعم اي عشان شتي هي تعتبر يعني مرأة خليجية بحرينية خليجية مواد الغسيل فوق يمكن الحين أنا أشوف في شيء على راسها بس ما نعرف شنو يعني داخل السلة سلة أي. فيها ثياب أو شارية يمكن فواكه صح يعني بس ايش قد ياخذ لك نجلاء ممكن لما تخلص كذا يعني ما اعطيناك وقت صراحه يعني اقل من نص ساعه سويتي لنا هالشيء الحلو ايش قد ياخذ لك وقت لما تكملينها بشكل كامل بكل تفاصيل اكيد انت يعني وقت قاعدين في البيت وترسمين تاخذين وقت اكثر نعم وعلى حسب اللوحه وحجمها بصراحه يعني اذا والخامه على هذه يعني بدها شوي اول شيء الفكره وتنسيق الالوان تجريب شوي بس يعني تقريبا يعني في حالة هذه شي ساعتين يمكن ساعتين مع تأني وشوي مع التفاصيل تفاصيل الحين أنا اللي قاعدة أشوفها يعني في زرع اللي هو الشجر وفي البحر هاي بحر وهاي الشاطئ صح؟ إن شاء الله تكون هيك يعني هو المفروض شيء على حسب ولا هي الرسم شيء ثاني أنا بكيفي خيالاتي الواسعة لا صح يعني هذه اللوحة صح؟ ممكن السلة فيها سمك بعد يمكن صح كل واحد يقرأ اللوحة بطريقته صح نجلاء؟ صح يعني أنت لما ترسمين اللوحة يمكن أنت في بالك شغلة بس أنا لما أشوفها يمكن تكون في بالك شغلة حتى إذا كانت تجريدية أكثر من كذا يعني بتصير كمان كل واحد بيقراها بمشاعره أو بالنظرة أو كيف الفنان يمكن يحط لك خط أو نقطة وهو يقصد فيه شيء وأنت مثلا تشوفي شيء ثاني اختلاف ال الفرش مال المكياج اختلاف بديتي اول شيء في الفرشه الكبيره بعدين شفتك اخذتي هذيك الفرشه اللي متوسطه صح وبعدين في النهايه هذه شنو كل واحده في مثلا الفرشات الصغيره للتفاصيل يعني مثلا اذا حبيت انا هلا هنا مثلا اضيف شويه اضاءه على جبين البنت مثلا باخذ الفرشه الصغيره ولازم مثلا احدد شوي او الخد او اذا حبيت يعني مثلا بتشوفي بتصير ضربات تعطيك هال او اذا بدي احط لها اللي شو بسموها الترتر او التطريز او في البخنق يعني هذه اللي في يدك حق التفاصيل التفاصيل الصغيره بتكون الفرشه صغيره بعد في وحده صغيره هنا مثلا اصغر بعد في اذا بدك تعمل بالسكين الضربات اللي بقولون بدون نظام يعني راندوم العشوائية وما بدك تكون كتير فيها لأنه الفرشات العادية بتعطي إنه هي فرشة هي بتعطيك غير روح غير طعم وبعدين الكبيرة إذا بدك تمزجي مثلاً الاثنين المنطقتين مثلاً إذا حبيت هاي أمزجها بستعمل مثلاً هيك مرشف راوند براش فرشات مدوره وبنزل بصير بنزل بالباك جراوند هلا الباك جراوند طبعا بده شوي بعد طبقات لانه كل ما زدت طبقات على اللوحه كل ما صارت احلى واجمل بس طبعا هذا بده شوي وقت ولينشف شوي تنشف الالوان تقدرين تحطين طبقه لانه اذا كانت وات بتصير الالوان بتصير بتغير مثلا بصير الاخضر مع دمج مع الاصفر بصير بغير لون يعني بيعطيك غير الفكره اللي انت حابه توصليها حلو بقى استمتعنا وما قصرتي شكرا كفيتي ووفيتي وصراحه ابداع ان شاء الله الله يوفقك شكرا لك نجلاء شكرا كثير على استضافتي انا كثير استمتعت بوقتي معك وانا اكيد واحنا اكيد استمتعنا معك وانا شخصيا استمتعت وانا اشوف اللوحه يمكن نفس ما قلتي كل واحدة تقرا اللوحه بطريقتها الخاصه حمد يقول سمك يقول ثياب انا ما ادري شنو كنت بحط على السله بس كل واحد يقرا اللوحه لكن دائما افكر فيه اقول الرسام دائما اللوحه تكون في باله قبل لا يرسمها اي فهذا الشيء اللي الحلو يعني واحنا قاعدين هنا هي عارفه الرسمه على حسب الظروف بصراحه يعني امرار ممكن تغيرين امرار مثلا اللوحه هي اللي بتاخذك في منحة ثانيه يعني بيكون في بالك فكره
بس يمكن ضربه بال انت عم تعمل الباك جراوند ضربه بتشوف انت مثلا في في فيني اشوف وجه او او شخص اتي اوكي بزيده يعني في في انا عندي لوحات ما عملت فيها اي تصميم يعني بس هي حكتني صح. وفي اشياء بتكون فيها معلومه ان ساعات هي كفنانة اكيد تستوحي بعض الامور اللي تكون وليده اللحظه صح. نشكر تواجدك وحضورك معنا نجلاء يعني فعلا استمتعنا معك والله يوفقك وان شاء الله نشوف معرضك في شهر ديسمبر ان شاء الله يعطيك العافيه شكرا لك شكرا وصلنا معكم مشاهدينا لختام حلقة يوم الاثنين أكيد في برنامجكم الصباحي صف البحرين نلقاكم باكر في نفس الموعد من 10 ل 11 انتظرونا مع السلامة